النظام البيئي وحماية صحة المستهلكين تجلب اهتمام الفلاحين يوما بعد يوم، ليتزايد معه الإقبال على الفلاحة البيولوجية. اعتماد هذا النوع الزراعي الطبيعي لا زال يشكل تحديا بالنسبة للفلاحين نظرا لضعف التكوين في المجال. هذا ما تحاول الضيعة النموذجية بمديونة تداركه من خلال تنظيم ورشات في الفلاحة البيولوجية لفائدة المزارعين. انا جيت هنا بالاساس حيت عندي واحد البقعه ارضيه وباغي نستغلها في المجال الفلاحي، وسمعت ان الضيعه هذه كتقدم واحد التكوين اللي هو ايكولوجي، يعني ما كيستعملوش شي مواد خطيره للانسان، وكيديروا التربيه ديال المواشي، كيديروا حتى الزراعه البيولوجيه. وكما كنعرفوا بان المواد الكيماويه انها عندها ضرر كبير للانسان، حنا كنعتمدوا هنا على الزراعه الطبيعيه، وكذلك عندنا التربيه ديال الحيوانات كتمثل في تربيه المعيز، تربيه الغنم، تربيه البقر، وتربيه الدواجن، وتربيه ديال النحل. الهدف ديالنا في هذا البرنامج هو معرفه كيفيه تكوين فلاحات صغرى نموذجيه ذات طابع ايكولوجي، يعني بدون مواد صناعيه او مواد مسلطنه. وثاني الاشياء اللي هي مواكبه هذا الشباب باش انشاء مشاريع صغرى في هذا الاطار، كتقوم الضيعه الفلاحيه بالتاطير ديالهم. فضلاً عن التكوين النظري، تم إنشاء بقع فلاحية داخل هذه الضيعة النموذجية لتكوين المستفيدين حول تقنيات زرع الخضروات والنباتات العطرية على الطريقة البيولوجية، من أجل الحصول على إنتاج نباتي متنوع وصحي يمتاز بجودة عالية ويساهم في حماية النظام البيئي. في هذه الايام الاخيره عرفنا بان الحل الوحيد للبيئه ديالنا هو اننا، ولا الصحه ديالنا هو اننا نحافظوا على البيئه ونحافظوا على التربه وعلى المياه. كيف تشوفوا في الضيعه النموذجيه ديالنا اننا دايرين حتى يعني السقي دايرينه بالتنقيط، دايرينه بالطاقه الشمسيه باش نقدروا اننا نحافظوا على الكهرباء ونحافظوا على الطاقه ونحافظوا على البيئه. كما كتشوفوا حنا الضيعه النموذجيه فكنديروا واحد الزراعه اللي ايكولوجيه، كنعتمدوا يعني 100% على الطرق الطبيعيه باش نديروا الزراعه ديالنا. وكما كتشوفوا فالضيعه النموذجيه يعني ايزولي، معزوله على كل الملوثات اللي كتكون، يعني اللي كنعرفوا مثلا الاراضي اللي كيستعملوا مثلا الادويه، ولا الطرق اللي كيكون فيها يعني السير كثير ولا هذا. خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أكتوبر 2020 وشهر غشت 2021، استطاعت الضيعة النموذجية تكوين 3 أفواج تضم 200 مستفيدة ومستفيد، فيما تم خلق ما يعادل 30 مقاولة وتعاونية.